اهلا بيكم في تيتا مطبخ. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنعمل مع بعض سمك في الفور. الحقيقه انا جالي شويه سمك كده انواع مختلفه، مكنتش عارفه ده نوعه ايه، فقررت ان انا اعمله في الفور. معايا انا صينيه فيها بصل شرايح وطماطم شرايح وجزر مبشور، دي خلطه السمك، توم وفلفل اخضر وكمون وكزبره وفلفل اسود وملح وعصير ليمونه. باخد كده شويه من الخلطه واحطهم على الخضار اللي انا مقطعاه، باخد وعليهم معلقة كبيرة من الزيت، وبعد كده باخد شوية من الخلطة دي كده في طبق على جنب يدوب بس عشان ازين بيهم الوش في الاخر. كمان بحط على الخضار ده ليمون، السمك طبعا بيحب الليمون فكل شوية احط ليمون. بعد كده عرفت ان السمك ده اسمه وقار وبيتقلي، بس برضو كان طالع طعمه حلو. اخد بقى السمك بتاعي كده واتبله بالتتبيله بتاعتنا واسيبه نص ساعه يشرب من التتبيله. ممكن تحطي على وشه كمان شويه زيت، وهنحط عصير نص ليمونه كمان من فوق، واجيب ربع كوبايه ميه كده صغيره واحط في جوانب الصينيه عشان ما يتحرقش معايا او يلزق في الصينيه، واعرف اكل الخضار ده مع السمك. بغطيه بفويل وبدخله الفرن على درجة حرارة متوسطة. ويلا بينا نعمل الرز كمان مع بعض. حل على النار فيها شوية زيت وبصلة مفرومة، بحط كمان ملح وفلفل اسود، واقلب لحد ما البصل بتاعي يبقى لونه غامق. نخلي بالنا عشان فرق بين انه يبقى غامق وان البصل يكون محروق، هيمرر معايا الرز. كل ما تغمقي البصلة كل ما يديكي رز لونه اغمق. هنا معايا طماطمايه معصوره ومتصفيه، هنزل على البصل واغسلها كده تتسبك وانزل عليها بالميه. كل كوبايه رز قدامها كوبايه ميه، بس انا بحط كده بالويم يعني عشان انا عارفه المقدار. وهنزل بالرز وغطيه، واول ما يبتدي يغلي بهدي النار تلت ساعة بالظبط بيكون استوى والسمك بتاعي طلع من الفرن ده شكله، والرز كمان بتاعي استوى وعملنا سلطة. ان شاء الله تجربوا الطريقة دي وتعجبكم. باي باي.